مثل ما قلنا قبل شوي ب 8 ايلول عيد السيدة مولد السيدة سيدة العذراء بمنطقة حراجل وقف سيدة الدرجة. في عنا احتفال مثل كل سنة، ما بعرف كم سنة صار له زمان، هلا رح يطلع بخبرنا لنا عليه. إدوار سلوم مسؤول الوقف. خلينا نقول له صباح خير لأدوار. صباح النور، صباح مبارك. يعطيك يعطيك العافية العافية. أدوار، قد إيه لكم تحتفلوا بهالعيد بحراجل؟ تقريبا بال 30 سنة صار لنا من دون توقف. الاحتفال حلو العظيم. حلو كتير. السنة شو هو شعبي. الاحتفال؟ سنة إذا بس كلمة توضيحية، كلمة سيدة الدرجة الشاذة، سيدة الدرجة لأن حرج المرأة علي الرومان والكلدان والحجسيين، هي المناطق أيام جدودنا اللي عند الأملاك فوق بهالمنطقة. نعم. كانت تطلع الارض كلها طريق طبيعي، يعني دراجه دراجه دراجه، سميت سيدة الدرجة بالصخر كانت تظهر عليها العذراء فوق. نعم. عندنا يوم الجمعه نقول راس 6 ايلول عندنا مسيره بشخص العذراء مع المشاعل. ننطلق من ساحه كنيسه سيدة الورديه بحراجل، وبس نوصل لفوق عندنا القداس الالهي بيقدس ابونا ايلي خويري. نعم. وتحيي المرنمه منال حقيقي. اوكي، يعني ملاحظة انه اذا كنت على العالم بالمسيرة على فوق النقليات بالرجعة مأمنة مجانا. اوكي، في عندك شي 8 كيلومتر بتصور ماشي ما هيك؟ تقريبا تقريبا. خلينا نقول هيدي الكنيسة الصغيرة بداخل المزار، بس القداس بيصير برا. صح، يعني خيمة كبيرة وخيمة للمذبح والاحتفال بيصير ضمنها. نعم. عندنا السبت الساعة 7 مساء اول قداس مع يحتفل ابونا جوزيف سلوم وتخدمه المرنم من هذا الشيء. نعم. والقداس الثاني الاحتفال 8:30 كمان قداس ثاني مع الخوري شوي كرم مع المرنم مع العائله. نعم. ملاحظه باخر القداس الثاني ليله العيد عندنا شاب الصغير حابب يعمل لقمه شاورما، يعني لقمه مرحمه. نعم. براحه نقود الشباب اللي ماتوا الشباب بحراجه. الله يرحمه. ايه كمية كثير بحراجل، وبنذكر كل واحد على ارض حراجل شو عنده انفس موتى. نعم. اكيد. بالنسبه للاحد، الاحد 8 ايلول الساعه 11 الظهر عندنا اول قداس يحتفل فيه لابونا الكاهن الجديد بحراجل بالرعيه جوزيف عيي. وبيخدموا القداس المرنم ادوار سلوم. نعم. الساعه 7 مساء عشيه عندنا القداس المسائي مع الابونا جوزيف سلوم. اوكي. وبنقدس نون عن عيد انفس الموتى، وخصوصي انفس موتى عائله سلوم بسير. وهون النقطه الحلوه الملاحظه، من بعد القداس المسائي يوم الاحد عشيه عندنا مباراه بقرع الجرس، رفع المحمله. قصص قديمه. هذا تراث ميرتي فيه بيهتم فيه دائما ابونا خينا توني سلوم، وبيهتم بهالمشروع كله. نعم. وهذا تراث كثير حلو، انه ان شاء الله مع الوقت عندنا مشروع متكامل، بنعمل شخص العذراء بين ال 20 متر تقريبا، مع كنيسه تراثيه، مع غرف للرياضات الروحيه، كلها بتصير بمنطقه الشاوي سيده الدرجه. ان شاء الله العذراء تعطينا القوه وتساعدنا اكيد لنعمل هالمشروع. نعم. نكمل هالمشروع كله ويكون بنقطه يعني مميزه للعذراء بتكريم العذراء. نعم. لأن العذراء لما حملت السيد المسيح وراحت عند خليته اليسابيث، هون رمز انه المسيره وعملتها العذراء، نحن اهل الرعيه والزوار من كل المناطق عم بيجي عندنا زوار. برافو. من طرابلس، من الكوره، من زحله، من بيروت، من المتن، كلهم عم يحكوا معنا فوق انه نحن على طول رح نكون زوار بحراجل. بهالنقطه الحلوه بعثت لي سيده الدرجه عليها السلام، يعني نعم، ونطلب للعذراء تتشفع بالاثنين بالعالم وبال. شكرا لك. شكرا لك ادوار سلوم مسؤول وقف سيدة الدرجة بمنطقة حراج، ونعاد عليكم هذا العيد ب 8 ايلول.